السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوود يا الكسور دوادا ورك ساعدة تلفيشن كريس أنا جو سارة أحمد يا إذن لسعود سين دون قضاء بدأت كداون دون تان وحكم ده حلي بان ده لبضة قلها برلمان كالصومالي يا مالنت سدحات سؤالك ويديني يا ميسانية ده لبكون لبعتني يا لبضة وزير كمالية ده الصومالية حلي بان ده لبضة أقل برلمان كفدرال كالصومالية يا مالنت سدحات وحرير كلن كوي يلنا يا حرونت في الله رجيسة وحنا أجندة كلن كوي هاي آخرن تسدحات يا ميسانية ده لبكون لبعتني يا لبضة حلي بان ده لبضة قلها يا مالمي للصورة في سؤال ويدينا يي وزيرك وزارة المالية الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلي أو هرت جاي حلي بان ذا يد أو وزيرك وحلاقة ويدية الرمك وآدن ميسانية دا حلي بان ذا يا وزير عبد الرحمن بيلي كو إيدي إن أصلا حساب حيث من الدولة دي وهو جامن يي إن كسو وزيرك كود ضاي إن وزارة المالية دا أي سمي سي حساب حر عبد الرحمن دعالة بيلي يا ست توصل وجه جواب السؤال هذا جو أي ويدية حلي بان ذا لبذا قال برلمان كفدرالك يد أو مرك قاركود وزيرك ودود جلي يي سؤال حلي بان ذا ويدية انت والسعودة كلن كان مانتا يحلبانا ذا ايا وحا لغو ذا ان اي حلبانا ذا انسيحيان ميسانية الدولة دا فدرال كيسان اتكالوكون لباتان يلاوا ذا تاس او اي اسو انسيحيان قولها وزير ذا حكومة دا اي حلقارسين تا مدحوينها دالك مدانا حسن شيخ محمود ايا كور بحيي حالة دي ساعة في مادس لامر كان كهال لي مالمها حرية دا مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليا مدانا حسن شيخ محمود او او وهليو رز الوزارة حكومة دا فدرال كصوماليا مدانا حمسة عبد بره ايا او جيدي اي شعب كصوماليا تفرين كسابسان حالة دي ساعة في مادوحونا او مهد عليا دعادة اي درين كاي او موتشيان مددي او او قانسانا هبراعيا دا اي تلابوين كبهد عافي ماد كوفيد 19 مدحوينها ايا شاقي ان بارتانا دا عافي ماد اللي حريرا كوفيد 19 اي لغا قاضي اي موجان ايان ان لغا وايسي دا او غيرنا او ديب او فريسان دونا حفيس كيسا سي او دردر قريو شاقا دا قران كا لنك كلام مدحوين حسن شيخ محمود ايا اوها مبليي رزل وزارة حكومة دا فدرال كصومالية مدن حمسة عبد بره كالسوني دا اوكا هلاي بارلمان كفدرال كصومالي اي ان او لوريغي حلك رزل وزارة نمو وحانا اي ودجير او كرميرين مدحتوية دا قران كقارهان قيباها جميع سيغي بيرها رئيس الوزراء دلك مدن حمسة عبد البراء يا شجعي إن نصيب درتها إن دتك الصومالية ذي قاتشو يهرد وجريودن رئيس الوزراء حمسة عبد البراء يا شجعي إن سياسيين تيجي جناح ستضايقو مش قلصين يهين سياسة دوكلية بل سو شجعي إن يسنجرين عيد سكح السارتين أجر متودد كأبارتها كل فتاي رئيس الوزراء يا عرب كوكوات كي إن نصيب دروين تهاي المسؤولين تي دلك قاركود إم تلا يدت كنبات تيسني يكو كلابا أي وحياة عن لب هنين كوبحيين قد مضادي بلسا اي تاسي تهي مسولية در آدوين حمسة عبد برا ايا سيدو كلاشيغي ان دادك صوماليا دي وحيستا لوغا باهان يهي اني اوغر مدان ولا رهد مساكين تا اي لدالا دعيا هالغن كنلوشا عدك ما دام وشيغي ان دادك هسي ايسان هيسان وحيابي اي قودك كردغن لهايين عيدا مدى امانكا ايا قعان تاكو لغي قوبل لغو ايبيا وحيابا همانكا دوريا كدب هولغال كدعا يدق موينكا قاري قوبل كبنادر عيدا مدى بوليسكو قوبل كبنادر قارهان قيب تاوليو عدا ايا حالي هولغال لغو حقيقين ايا امنيغا وحايا كسمايين حافظا كترسن دق مدى هولوذاك هالكاس او ايكو سوكردن كو حبر عدا ورلا عقيستا عيدا مدى ايا هولغال كوبار ايا قريها قار ايا قوباها قناعسي ايا غو اكو سوقبتي وحيابا همانك دوريا سيدا حشيشك ايا علاقا ايا دلنيرو لغو ايدي ايا اني قيب كيهيم فلالك امن دراي كدعا دق مدى هولوذاق قوبال كبنادر تليها بوليسك دق مدى هولوذاق ايا تليها قيب تاوليو عدا او ورباهين تلاها اللي ايا شاقي اني وحيابا همانك دوريا او اي هولغل كسو قبتين ان اي وحيابا همان كدوريا او اي هولغل كسو قبتين اي قيب كا هايين امني درادة كجرتا مقالة مقدشو وحا اي هذا الكودة انتا اسكو دارين ان هولغل ذا سي اي سي ودي دونان الا ايو انتا لغا حقيق جنو يو امنيغا مقالة عاسمة دا اي مقدشو ايو دكنين او ديريدات كا استعمالا ايو كو وكا قناعسة دا من دوريا هاي نوعي دي سكلا دوين hanti dhowrka qaranka iyo madaxda socota bangiga adduunka ayaa kulan ka yeeshay xaaladda abaarta ee ku dhufatay guud ahaan dalka kulankan oo ka dhacay xafiiska hanti dhowrka qaranka ayaa looga hadlay siyaalaha xafiiska hanti dhowrka uu gacan uga geysan karo habsami u socodka hawlaha gurmadka abaaraha iyo wareejinta caqabadaha iyo maamul iyo habraac ee ka iman kara dhanka hay'adaha dawladda hanti dhowrka qaranka ayaa soo dhaweyn ka dib ogaadiyay ergaga dadaalada muuqda oo uu xafiisku ku bixinayo xaaladda daran ee abaarta dalka ka jirta isaga oo si gaar ah u xusay mudnaanta wada shaqeynta iyo is-ogaalka xafiiska dhexdooda taas oo qayb libaax la ka qaadatay gaarsiinta gurmadka iyo samata bixinta dadka tabaaleysan ergaga ayaa dhankiisa tilmaamay in xiriirinta hawlaha gargaarka iyo fududeynta ay qayb muhiim ah ka tahay hawlaha xafiiska sidaa darteedna uu hay'adaha kala duwan iyo howlwadeenada mashaariicda ula taagan
inay ku gacan siiyaan culaysyada soo wajaha. Ergiga ayaa intaas ka dib warbixinno ku aadan mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin mashruuca horumarinta biyaha ee Biyole oo ilaa iyo 4 dowlad goboleed laga hirgelin doono mashruucaas oo isugu jira biyo gelin iyo qabasho. Mashruuca baxnaano oo lagu badbaadinayo qoysaska aadka u tabaaleysan oo ay ku baxayso ilaa iyo 143 milyan. Waxaa sidoo kale lagu dhageystay mashruuca SCRB, mashruuca ka soo kabashada xaaladaha adag oo ilaa iyo 6 qaybood oo kala duwan leh, kaas oo guud ahaan ku kacaya 187.5 milyan. Sidoo kale mashruuca SURB oo ka shaqeeya dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida dejinta barakacayaasha, dhisidda jidadka xarumaha wasaaradaha dowlad goboleedyada, in lagu ballamay wada shaqeyn iyo dardargelin howlaha gurmadka abaaraha ka soo kow, waxaa la isla qaatay baahida loo qabo wada shaqeynta iyo sidii xal looga gaari lahaa, waxaana xafiisyada kala duwan lahaan doonaan kulamo heer farsamo iyo fulin ah. Madaxweynaha Ruushka ayaa NATO ku eedeeyay hami boqortooyo iyada oo xulafada reer galbeedka ay ballan qaadayaan taageerada ay siinayaan dalka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka ayaa isaga oo ka hadlayay dalka Turkmenistan ayuu Mr. Putin u sheegay saxafiyiinta iyo xubnaha NATO in aysan wax dan ah ka lahayn wanaagga dadka reer Ukraine, waxaana uu sheegay in Ruushku uu jawaab celin ka bixin doono ciidan kasta oo dheeraad ah oo la geeyo dalalka Sweden iyo Finland, kuwaas oo ku guda jira geeddi socodka ka mid noqoshada isbahaysiga NATO. Inta la ogaaday waa safarkii ugu horeeyay ee Mr. Putin uu ku tago meel ka baxsan Ruushka tan iyo markii uu bilowday duulaanka 24-kii Febraayo ee sanad. Shir madaxaadka Madrid ee xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa ballan qaaday taageerada Ukraine ilaa iyo inta ay ku qaadato. NATO ayaa si rasmi ah Sweden iyo Finland uga casuuntay inay ku soo biiraan isbahaysiga iyaga oo soo afjaray dhexdhexaadnimadooda military ee 70-ka sano ay wadeen. Turkiga ayaa ka soo horjeestay go'aankaasi isaga oo ku eedeeyay labada waddan inay martigeliyaan dhaqdhaqaaqyada Kurdiyiinta oo uu Turkiga u arko ururo argagixiso, laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii dambe ogolaaday codsiyadooda, taas bedelkeedana la helo damaanad qaad amnid. Go'aankan ayaa daba socday kulan ay ka qayb galeen Mr. Erdogan, xogayaha guud ee NATO, iyo madaxda Finland iyo Sweden. Xafiiska madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay ka heleen wixii ay doonayeen Sweden iyo Finland. Labada dal ee Yurubta Waqooyi ayaa shaaciyay rabitaankooda ku aadan in ay NATO ku soo biiraan bishii May, iyaga oo uga jawaabay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Mr. Stoltenberg ayaa jeediyay in hawsha la daajitiyo isaga oo durba shaaciyay saaxiibka ay ku leeyihiin gaashaanbuurta NATO. Joe Biden ayaa sidoo kale talaadadii taleefan kula hadlay Mr. Erdogan. Sarkaal sare oo Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha uusan wax heshiis ah la gaarin Turkiga, balse waxa uu intaas ku daray in Mareykanku uu taageerayo casriyeynta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, ayna wadaan wada hadallada ku saabsan codsiga Ankara ee F-16. Moscow waxa ay ballaarinta gaashaanbuurta NATO sheegtay inay ka dhalan doonto cawaaqib aan la mahadin iyo xasilooni darro dheeraatay. Ruushka ayaa si adag uga soo horjeeday in labada dal ay ku biiraan NATO, waxa ayna Moscow u aragtaa in ballaarinta NATO ay halis ku tahay amnigooda. Waa tahay daawadayaal, waxaa halka inooga dhan war wixii dal iyo dibadda aynu idinka haynay. Intaan warkan warkiisa ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.